المنورين. طبعا الدكتوره منى معلش مش نازله بكره، نازله الحد، هو يمكن يكمل حد في اول الوقت. موضوع الانتي اريتمي، هو الانتي اريتمي كل سنه بيتشغل، السنه دي هنقول لكم بس التقسيمه بتاعته، ويمكن كلمتين على سواء كل دواء. ايه يوم الحد دكتوره منى هتحدد لكم تحمس السنه بيشمل ايه؟ طبعا الهارت فيلير بالتفصيل الممل لازم نعرفه. واتس هارت فيلير؟ قبل ما ابتدي اول مثل تعلمناه كلنا ان القلب ده طعم مضحك بتقوم بوظيفتين. الوظيفه الاولى فورورد بامب، تدفع الدم لقدام عن طريق الاورطه، والوظيفه الثانيه بتستقبل الدم. الجهه اليمين بتستقبل من السوبيريور انفيريور فينا كيفا، والجهه الشمال بتستقبل من اللنج. لما هذه المضخه تفشل فيلير ده اسمه فورورد بامب، دفع الدم في الاورطه. باكورد بامب استقبال الدم السوبيريور انفيريور فينا كيفا، والجهه الشمال تستقبل من اللنج. لما المضخه تفشل الوظيفتين بتوعها يفشلوا، زي ما هقول لكم بتوع البطن. الفورورد بامب تفشل مانيفست باي لو كارديك اوت، ده موضوع كمان كلينيكال علينا. هتحطوه في تيبل اي ولا لا؟ هتاخدوه في تيبل تاني. اول موضوع هارت فيلير، الفورورد بامب يفشل يبقى فيه لو كارديك اوتبوت باعراضه المختلفه. واحد عنده لو كارديك اوتبوت هتقول لي عنده ايه؟ هقول لك بعد شويه. الباكورد بامب يفشل، القلب مش قادر يستقبل من اللنج، يحصل لنج كونجشن. لو الجهه الشمال هي الفيلد يقول لك عنده لنج كونجشن مانيفستد باي 1 2 3 4. الجهه اليمين مش قادر تستقبل من السوبيريور انفيريور فينا كيفا، الدم يحصل له ستاجنيشن اوتسايد ذا هارت. السوبيريور انفيريور فينا كيفا مانيفستد باي سيستميك فينس كونجشن، خدتوها في الباثولوجي 1 2 3 4. شوف لو المثل ده قعد مع حضرتك طول عمرك انا هبقى مبسوط جدا. ليه؟ القلب في ده بامب ليه وظيفتين، فورورد بامب لما يفشل يبقى فيه لو كارديك اوتبوت 99% من حالات الهارت فيلير. تقول لي ما قلتش 100%، ليه؟ هقول لك ليه. الباكورد بامب يفشل لو الجهه اليمين يبقى فيه سيستميك فينس كونجشن باعراضها، لو الجهه الشمال يبقى فيه لانج كونجشن باعراضها، لو الاثنين بايلاترال فيلير يبقى فيه الاثنين مع بعض. What's heart failure? Failure of the heart to maintain an adequate cardiac output. شوف ازاي التعريف. بص ده نقله من كتاب هاريسون، حاول في كتابك كتب ايه برضه، حاول اوفق بين كل. شوف هاريسون ده كتاب بطل مشهور قوي، قال لك What's heart failure? Failure of the heart to maintain an adequate cardiac output. مش هيقول ايه بعد شويه؟ خد بالك. With systemic venous congestion and all pulmonary congestion. فهمت حاجة؟ بيقول لك ايه؟ failure of the heart to maintain an adequate cardiac output and the forward pump path. With systemic congestion لو في right side failure and all pulmonary congestion، or لو في left side death and لو الاثنين مع بعض. تعريف رائع اهو اهو. قال لي heart failure. What's heart failure؟ انا كتبت تعريفين معلش. failure of the heart to maintain an adequate cardiac output 99% من الحالات، congestion في البلمونري and all systemic او العكس. جهه الشمال بس يبقى في بلمونري، يمين بس systemic او الاثنين مع بعض. وزي التعريف اللي اداني defined as inability of the heart to pump sufficient amount of blood to supply metabolic needs or satisfy metabolic need of the body. تعريف تاني. الخط باين ولا مش باين؟ ها؟ الخط الانجازي. ده معنى كلمة heart failure. failure of the heart to maintain an adequate cardiac output. أنا بعمل زي في الأولاني. maintain an adequate cardiac output. بأعراض مختلفة اللي هتعرفها في صعبة موجودة في العمل. with pulmonary congestion بأعراض
تختلف فينس بوزيشن او اثنين مع بعض او بالتالي اللي هي inability of the heart to pump sufficient amount of blood or oxygen to satisfy metabolic needs of the body. نقطة تانية بعد التسلايد التاني classification of heart failure. في ناس يقولوا عليه acute and duration of action يعني acute and quantity acute LVF very important now acute heart failure acute heart failure rapid onset with short duration. أنا مثلا كلي لانج انفكشن جامد قوي قوي وأخش في acute heart failure هنعرف يعني acute والacute heart failure يخوفي منه ده emergency أو quality heart failure long duration تقسيمة حسب duration acute and chronic. في تقسيمة تانية من أهم المواضيع heart failure دكاترة according the side of the heart effect يا right side يا left side يا by left أو يا right side يا left side يا أو left side يا right side يا combined right left. الحته الجايه دي انا مش مقتنع بيها قوي على مستواكم بلاش 99% من الهارت فيلير في لو كارديك اوتبوت اوت بص لو كارديك اوتبوت فيلير 99% من الهارت فيلير لو كارديك اوتبوت قله فيها هارت فيلير ما بيوصلش اوكسجين كفايه للتيشو بس ويز هاي كارديك اوتبوت فيلير يعني مرضى الثايروتوكسكوز يا جماعة الثايروكسين بيعمل في القلب ده كاردي الكاردي أو بتعاني عندهم هم عادة التيشو بتعاني عشان زيادة البيزل ميتابوليك ليت في التيشو محتاجة أوبشن أكتر قلة إن يعرفوا هذا الكلام 1% من مرضى هارت فيلير ما عندهمش لو كاردي أو زي الثايروكس زي الناس الأنيميك مفيش أوبشن كفاية بيوصل من الكاردي أو كنتش يمكن أكتر من طبيعي مرضى الانيميا عندهم برضه تكيكارديا اهو بس ده الكلام ده مش دايب قوي على مستوى سيرتالت ولا حتى الباكيوس هما كلنا بنتكلم عن لو كارديك اوتوفيليا بس لو سمعت كلمه هاي كارديك اوتوفيليا ديسبايت ان الكارديك اوتوفيليا زياده يت دازنت ساتسفاي ميتابوليك نيد اوف ذا بودي قد يكون نتيجه دايليوشن مثلا عندها ايديما بيحصل لهم كده برضه عندهم هاي كارديك الناس اللي عندهم مش عارف حاجه اسمها بيري بيري وات تايب اوف بيري بيري ماي اكتين بلاد فوليوم زياده ولا كارديو اكو زياده بس لو ميتابول مفيش اوبشن كفايه في الوقت الفيش والانيميك والثايروتوكسيك دول اسمهم هاي كارديو اكو فيليا مش كون مفيش على حاجه عاوز تقول لي يا دكتور عاوز اقول لك كمان بص سوري دي تهمني قوي according to severity of heart failure New York Heart Association NY New York Heart Association عندكم الكلام ده ولا لا؟ موجود في العمل انا مش بألف مش بعمل لك بيرد من عليه انا خدت العملي مع النظري معلش السلايد مزودها يا ريت تاخد بيها هنا ده من اهم ما يمكن تقسيمه الهارت فيلير عليه ودي على فكره مفتاح حاله العمل New York Heart Association عمل كلاسيفيكيشن هارت فيلير جديد بقالنا فيه سنتين بس هو اتعمل 2006 حقق الحق ولكن لازم تعرف في كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3 وكلاس 4 هارت فيلير قبل ما ابتدي في ادويه العلاج هارت فيلير كلام مهم قوي النهارده قوي وكلام جديد جدا ولازم تعرف انا مش بزود بص يا دكتور اول حاجه كلاس 1 واحد عنده كارديو ديزيز انا عندي هايبرتنشن في لود على الهارت بتاعي يعني بعرف في اي لحظه يجي لي هارت فيلير او عندي فيري مايلد هارت فيلير لكن مش ما فيش اعاقه عن اي مجهود ده كلاس 1 بص نو ليميتيشن اوف فيزيكال اكتيفيتي رغم ان انا كارديو عندي مرض عندي هايبرتنشن عندي اتيروسكليروزس عندي ايفن مايلد هارت فيلير لكن نو ليميتيشن يعني كل الناس تطلع ثلاث ادوار تتعب على ثلاث دور طبعا واحد ثلاث انت دلوقتي بعد
سلام وخلاف، في ناس سالين عليه قوي وهكذا، لكن في ناس طيبه قلنا السلام كانت متعبه وهي سهله، ده موضوع يكون شرحه. لكن اللي انا عايز اقوله انا بلس 1 عندي كارديك ديزيز بس نو ليميتيشن اوف كارديك اكتيفيتي. بص او ده واحد اسمه كلاس 1، هنا كلاس 2 سلايت ليميتيشن اوف اكتيفيتي. يعني انا بتعب من تاني دول، بعد تاني دول في تعب بيجي لي ديزني ديزني يعني ديفيكولتي ان بريدنج، بنهج يا دكتور بعد تاني دول. الله انت المفروض تبتدي تنهج بعد تالت دول النوم. ده اسمه كلاس 2. شايف اهو سلايت ليميتيشن اوف فيزيكال اكتيفيتي، ما بقدرش اوصل لتالت دول زي اي واحد طبيعي، بنهج بعد تاني دول. في ناس بينهجوا بعد اول دور، بص كلاس 3 اللي هم مارك ليميتيشن اوف فيزيكال اكتيفيتي. الكلام ده عليه لان العلاج العملي مبني على هذه الكلاسيفيكيشن نيويورك هارت اسوشيشن اللي اتعمل 2006. نيويورك هارت اسوشيشن من فضلك اهو مارك ليميتيشن. اما نمره بص شايف ده لازم اوردينري اكتيفيتي تتعبني جامد، تقول تاني مارك ليميتيشن. اما كلاس 4 اي اكتيفيتي ان ابيليتي تو جاي اي اكتيفيتي ما اقدرش، وانا الدور الاول حتى من فضلك لازم نعرف هذا الكلام. واحد ما فيش ليميتيشن، كلاس 2 سلايت ليميتيشن، كلاس 3 كلاس 2 مثلا نقدر نقول الدور الثاني، كلاس 3 معلش الدور الاول، كلاس 4 ماركت ليميتيشن. هقولها مره ثانيه ان شاء الله انت هتعالج ازاي. انا هعالج هتعرف بطريقه معينه، ده لي علاج وده علاج وده علاج والاولاني علاج. ايه هو اعراض الهارت فيلير؟ بص انا ماشي بص classification of heart failure مرة تاني أو ده class 1 no limitation، class 2 slight limitation، class 3 على فكرة أنا ناقل الكلام ده من عندكم. إيه مش موجود؟ إيه؟ الحمد لله أهو. أمال ليه قلت لي في الأول أصلتوني الاتهام؟ no limitation ده slight limitation. استنى ده الكلام الجديد لازم تعرفه، مش جديد ما بقاش جديد 2006 ده 8 سنين. دكتور 3 مارك ليميتيشن هنا ما بيقدرش يطيحها، inability to carry اي physical activity. دكتور اعراض هبوط القلب ايه؟ دي بتعرفها على ترتيب صابع ولازم موجوده في العالم. ايه اعراض هبوط القلب؟ واحد لو كارديك اوتبوت سيمتوم، اثنين لو في لان كونجشن في اعراض لان كونجشن، لو في رايت سايد فيلر سيستمك فينس كونجشن اعراض ايه؟ انا عارف ان معظمكم عارف اعراض هبوط القلب. بص ميجر سيمتوم سايد او هارت فيلر اللي هي ايه؟ خليك معايا اهو مانيفستيشن عايزها مرتين يا جماعه بطريقه كتابه واللي انا كاتبه. لو في لو كارديك او فوت فورد بامب ما بيقدرش يدفع، اعراض لو كارديك اوتبوت اهمها الضغط يبتدي يوطى ريلاتيفلي. بص يوطى بص ازاي اهو ديمينش بلاد بريشر. بعضكم يقول لي يعني ايه ريلاتيفلي؟ يعني ممكن بعد يفوت قلب بس ضغطي عالي، مش فاهم. يعني انا مثلا ضغطي 220 على 120، الناس في ناس كتير ضغطها عالي يا جماعه ما تعرفش، وفجاه يجي له هبوط قلب يقل ضغط الدم، بس هو ريلاتيفلي كان عالي يوصل ل 160 على 100، فهمت ولا لا؟ ستيل هارت فيلير وذ هايبرتنشن. انتوا معايا ولا لا؟ اصل في بعضكم فاكر ان لازم كل مريض هبوط قلب ضغطه يبقى واطي، الديبيندز هو كان قبل كده كام؟ مرضى السبب الهارت فيلير فيهم هايبرتنشن ما بيتعالجوش ستيل لما يحصل له هبوط قلب، يلقى الضغط اكيد بس ريلاتيفلي ستيل هاي. يا جماعه لما يقل التارجت او مفيش دم كفايه يوصل للبرين يجي له اعراض سيربرال اسكيميا. هيجي له سيربرال اسكيميا
مهمة قوي قوي. أنا عاوز أقول كلمة كمان، لما خد بالك من الكلية هنا، لما يقل الضغط يقل لينا البلد فلو، تصل التعرفة يزيد الريتم، يزيد الألدوستيرون، يبتدي يعمل سول كوندوكتر، طبعا يزيد الأنجيوتنسينوجين، يعمل سول كوندوكتر ريتنشن. سول كوندوكتر ريتنشن، والمية تتجمع most dependent part of the body سجل إديمة. قالت الإديمة أصايت ساعات في السبيل كيسز ده low cardiac output يقل ضغط الدم. هيجي الكلام ده تاني بطريق كتابة حالة، لازم أعرف إيه أعراض low cardiac، أهمها الضغط يوت والسيربر إسكيميا، يدوخ بسرعة، يجيله dizziness وهو ماشي، بالذات الناس لو كان واحد نورمال تنسب وجاله هبوط قلب، نورمال تنسب يعني 22 80 وجاله هبوط قلب، هناك اسباب لهبوط قلب امراض كثيره هنالك زي الفالجر ديزيز، زي الهايبرتنشن، زي الاتيروسكلوز، زي الميكارديال انفاركشن، زي كونجنتال هارت ديزيز، حاجات كثيره قوي، سكيميك هارت ديزيز. جماعه ده اعراض له كارديال. طب اسالك سؤال، طب ايه اعراض لانج كونجشن؟ لما اللنج تبقى كونجستد يا جماعه، الجهه الشمال فين الدم يتجمع استجد في اللنج مش قادر يخش الحاره، لنج كونجست مانفست باي ديسنيا، ديسنيا ديفيكالتي. اهي بص هو غلط كذا، ديسنيا ديفيكالتي ان بريدنج بدرجاتها المتفاوته، يقول لك ديسنيا اون اكزيرشن، دكتور لما اعمل مجهود اتعب، في ديسنيا اون لاين فلاب يسموها اوكتوبيا، لما نام اول الليل كويس لاين فلات، بس ساعات لما نام مع طهري يزيد الفيناسيتور، يزيد الكونجشن في اللنج، الكونجشن يضغط على الفيولاي اسمها اوكتوب، وساعات اول الليل لما نام كويس واصحى نص الليل، واصحى نص الليل الديما بلو تمتص ديور نايت بريشر ده فرق مع اللنج، كل الكلام ده يؤدي الى اصحى نص الليل عاوز هواء، المشكله مش في الهواء، المشكله في الكونجشن جوه اللنج. اعراض الديسكيا الكلام ده بنقول اجتماعيات عليكم في العمل، ليها درجات، وقد تكون الديسكيا شديده قوي يصاحبها برونكو سبازم هنسميها كارديك ازمة، وفي فرق واضح بين برونكال ازمه والكارديك ازمه، كلاهما ازمه، ولكن ده مصدر الهواء، ده مصدر اللنج، خدتوها في برونكال ازمه. اتكلم كارديك، ولو في ميه دخلت جوه الالفيولاي والعيان هيغرق ان هيز اون سيكريشن هنسميها بالمونري ايديما، وان اوف ذا ايمرجنسي بالمونري ايديما، هتعرف علاجها في اخر المحاضره ان شاء الله من 11 12، علاج الاكيوت هارت فيلير او بالمونري ايديما. دكتور بص ديسنيا بدرجاتها المتفاوته، اون اكزيرشن اوبثوبيا اون لاين فلات، نكتونا ديسنيا بالليل باوتسيزم يصحى نص الليل، يقول لك عاوز هواء، المشكله مش في الهواء، المشكله حاجه ضغط على الكباسيتي اوف ذا الفيولاي، قد تكون كارديك اسفل مع برونكو سباز مع برونكو سباز، وقد ميه جوه الفيولاي بالمونري ايديما. اول اعراض لان كونجيشن ديسنيا، دكتور انا عندي نهجان، وانا بتكلم ساعات كتير يقول لك تنهج ليه يا دكتور فلان؟ أو بتنهج ليه يا فلان؟ أنا عندي شوية هبوط في القلب. وعلى فكرة لو في ده كونجيشن جوه اللنج عوضة يجي انفكشن بسهولة. سايانوزس وكف. بص أهي. سايانوزس كف أند انفكشن جود ميديوم فور انفكشن. أقولها لك كذا مرة. دكتور لو واحد ده لنج كونجيشن أعرف أنا خلاص هبتدي على طول. لو واحد عنده increase venous pressure، لو بقى الجهه اليمين فين الدم استجد في السوبيريور انفيريور فينا كيفا، يبقى في systemic venous congestion manifested by engorged neck vein، بنلاقيه 45 درجه كده تلاقي pulsating engorged neck vein، البين بتاعته عامله زي الخيار كده وهنطمن. هنا كمان circulation blood في الانفيريور فينا كيفا والاوجن درين دي يحصل لانج كونجشن، يحصل قصدي كونجشن في الدكت في الليبر كونجشن،
في الجي اي تي كونجشن في الكيدني كونجشن. بص ازاي المنظر اهو الاول اهو شايف كونجشن فين يحصل في الليفر ما يعرفش صنع بروتين سبب تاني للإديمة في العرض فين عندنا الاستاذ الدكتور هاني استاذ الكارديولوجي يعني عندنا في القسم كل واحد متخصص كده بس انا تسال ايه سبب المريض العرض فيها بيورم ليه يا دكتور هاني بيورم عشان لو كانك اكوت بيزيد الليفر يزيد الانجيوتين يزيد الالبستيرو بيورم عشان الليفر كونجستد ما يصنعش بروتين بيورم عشان الدارك كونجستد ولما تبقى في كونجستد دارك الشخص يبقى عنده نوزي اند فوت ما يعرفش يعمل بروتين ولما تبقى الكيدني كونجستد بيحصل بروتينوريا ما فيش بروتين كفايه كل دي اسباب الإديمة اسباب الإديمة من فضل ده انجوج نيكزين سوبير بناكيلا عاوز تقول ايه خلصت قبل ما عينها مره ثانيه قلت لي على طول بس اعمل هارت فيليا خلاص ونخش في الموضوع بتاعنا عاوز اقول لك كلمه بسيطه هل القلب يعطيك مكتوب في الايدي امام حدوث الفيليا؟ لا يستدعي قوات الاحتياط بتاعته تارجت ريزيرف اهي بص يبتدي القلب يسرق تاكي كارديا تاكي كارديا عيب قوي لما اسال الدكتور امتياز اللي يعني في ناس كتير ضيعت امتياز لانها من اهم السنوات في رايي ما تنتظرش حد يعلمك انت تتعلم تروح هنا وهنا وهنا وتقسم وقتك تتعلم ليه بقول كده بسال حد امتياز هو مريض هبوط القلب عنده تاكي كارديا ولا برادي كارديا انا اسف اقول ان كثير من الاحوال يرد عليك ويقول لك عنده طبعا ضعف فيجر عنده برادي كارديا تعبان فاهم ازاي؟ القلب تعبان لا القلب عنده تاكي كارديا تاكي كارديا انا صعب عليا اشخص مريض هبوط قلب من غير تاكي كارديا يكون فلسفه يبتدي القلب يحصل له ريمودل دايلاتيشن هايبرد كل دي بص اهو خدتوها انتوا في سنه الفسيولوجي بتاع الفاسكولار اهو شايف دايلاتيشن هايبرد لو سبت القلب فقط عنده هبوط قلب ده كارديك ريزيرف استلم مريضك بتاع هبوط القلب عنده تاكيكارديا معلش انا ضيعت ربع ساعه او اكثر من المحاضره عشان اقول القلب واتس هارت فيلير ده مضخه فشلت لو كارديك اوتبوت بامب وتوبامب فشل حسب جهه اليمين سيستم الفينس كونجشن باعراضها جهه الشمال لون كونجشن نفس اعاده تاني في الكتابه بقى دايجنوز اوف هارت فيلير سيمتومز اهي سيمتوم لون كونجشن معلش ازاي او تحدثني اي مايلد اكزيرشن في الدكتور ماي لايف لاند يصحى نص الليل تارجت اسمه قانون اي دي تارجت ديسك كلها النقطة الثانية سيانوز كنت كان ده على فكرة قبل كده النقطة الثالثة كارف النقطة الرابعة انفكشن اه شايف اه ده اعراض لانج كونجشن خلاص لما قعدت صعب اخش في هارت فيلير وانت عارف مريض الهبوط قلب بيشتكي من ايه؟ انا هديله ادويه شوف الدواء ده هيصلح ايه؟ دكتور اللي بعده وات سيمتومز اوف سيستميك فينس كونجشن اهو شايف كونجستد جارد ديسبيبسيا ما يعرفش يهدم بيجي له نوزيا وبوم عنده كونجستد ليفر ما يصنعش بروتين عنده كونجستد كيدني تاوت البروتين كونجستد نيك فينز اهي زي ما قلناها من شويه نفس الكلام دكتور اللي بعد كده مفضل عاوز تعرف واتس سيستمك لو كارديك اوتبوت بقى اللي فات كان لانج كونجشن والسيستمك دي لو كارديك اوتبوت ديمج بلاد بريشر فاتيج دكتور بتعب من اقل مجهود خالص ايه كمان يبتدي الإديمة بتيجي في الموست ديبندنت بارت اللي هو دي انتي الإديمة ليس كل انتي الإديمة معناها هارت فيلر بعضكم بيقف على رجليه كتير في اخر الليل اخر النهار يا جاي اللي بيقعد بعضكم ما بياكلش كويس ما عندوش بروتين عنده هايبوبروتينين بعضكم عنده رينال ديزيز يجي له إديمة بعضكم عنده فينز مش سليمه 100% بالذات اللي بتكلفه اكثر من مرض او مرضاكم يجي له القلب يحصل فيه عصير القلب لا يجي له ايه؟ ده عنده مرض في القلب ده عنده هبوط في القلب لا
هي واحد من اسباب الاديما في الانكل هارت فيلر، لكن في اسباب كتير قد تكون نيوتريشنال اديما، قد تكون وهم دكاتره كمان في البطن اسايتس لما يوصل منظر زي كده. ادانا لينا كاطباء سيبنا مريض ضغوط القلب بهذا الشكل واحنا عندنا الدايريتك ممتازه وعندنا وعندنا سواء دوب او بازايت او بوتاسيوم سبيريت. طيب ما هو علاج ضغوط القلب؟ من اول سلايد ده غالي علي قوي لانه اتغير تماما. ما هو علاج ضغوط القلب؟ علاج ضغوط القلب كانوا علمونا زمان ان في ثلاثه ديز مشهورين، دي 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 من اول هنا خد بالك. اول دي كانوا يقولوا لنا ديجداز يعني الكسوف. سنه 2014 في مصر تقول اول حاجه ديجداز تنتقد وتلام وتوبخ، فاهم ازاي؟ وتتهم بالزنطقه والغلطقه، فاهم ازاي؟ يا جماعه ديجداز ده معمول الحالات المنتهيه خالص. تقول لي بتكتبوا يا دكتور محسن كل يوم بتكتب ديجتالس في روشته؟ انا ما باخدش برايي، انا جيل قديم وانا مش كارديولوجي، في اساتذتنا الكارديولوجي بيكتبوا بقلدهم انا، فاهم ازاي؟ ولسه زرت مدرسه قديمه وما غيرش، لكن في حاجه احسن منها. ديجتالس از مثل سيمبل اوف انوتروبيك دراجز. يعني ايه انوتروبيك دراجز؟ ادويه بتزود الكونتراكتيلتي اوف ذا هارت، ادويه شغاله على القلب نفس ضايق. وعلمونا ما تضربش حصان تعبان. دونت ويب تايرد هورس. يا حبيبي ديجيتالس واحد من ايه توبيك. حاجه بطلت في مصر. ما بطلتش في امريكا لسه. مصر بطلت يا سلام متقدمين، فاهم ازاي؟ اسمها امرينون. ومين رينون؟ مش موجود في مصر الا اذا واحد ثبت انه موجود ويعني علمني. امرينون وميلينون انا بسميه كل لينون، فاهم ازاي؟ بيموت، فاهم ازاي؟ لاسباب. وفي حاجه اسمها امينوفيلين، بس في حاجه اسمها دوبامين والدوبيوتامين، سمعت عنه؟ وبرينالتيول بين السطور. دوبامين يا اخي بيلجا له في حالات اللي ما يجيش منها الهارت فيلر. يبقى اول حاجه التوبيك ممثله في الديجيتالز. وظيفتنا النهارده في معظم الحصه نفهم الديجيتالز فروم اي تو زي. هيسالون في الصيدله بالتفصيل الممل، وكثير من الزملاء عندنا الاكاديميك بالتفصيل الممل. انا بقول لو انا سوري كلمه انا رئيس قسم ما اجيبش حتى فيه بس ديجيتالز واقول لك ليه ديجيتالز وحش؟ فاهم ازاي؟ ليه عيوبه ايه؟ وازاي تعالج عيوبه؟ ومع هذا فهو بيستخدم كل يوم، واسمه في السوق عندنا ديجوكسين لانوكسين، اسمه التجاري لانوكسين واسمه العلمي ديجوكسين او ديجوكسين. بس ما عندناش ديجيتوكسين وما عندناش وابين. دكتور الكلام مش عارف. اول ادويه اللي سمعناها طلعت سلايد اينوتوكسين دي ديجيتال. تاني دي كلام جديد فارس. تاني دي دايليتورز، وعلى راس الدايليتور الايس والاربيز. ايس انهبيتور. لو قالوا لي يقول اول دواء في علاج ضغوط القلب انا اقول ايس انهبيتور. يا حبيبي توسع ارت وبين، تقلل افتر لود والبري لود، تمنع الريموديل بتاع الانجيوتنسين اللي بيكتر في الهارت فيلر. فاهم كلامي ولا مش سعيد شويه؟ لو طلعت من الحصان باربع مربعات كده اختلفوا تماما عن زمان. يعني ايه متوقع تقول تشتغل في مضطرب الامور عشان ما تدرسوش في الحته؟ لكن احنا لسه دارسين الايس والاربيز. حد ينسى الكابتو كبير والانالابرين والليزينوبرين فوزينوبرين راميبرين؟ فحياتك لازم تقراهم عشان خاطر دكتور نظري ما يبقاش امتحان فرد لو ما جاش حته في الاس والاربين. في حاجات كده معقده، والابنه هنا متميزه بتعرف حاجات اللي لازم تيجي. طبعا اي لمرتين بايليت تقول لهم درس البايليت بتعرف نص الاس والالف، صدقني دول اهم بايليت. يطلع يقول لي ما سمعتش عن نيتريت في الهارت فيلير، سمعت بتوسع مين الفين، سمعتش عن الهيدرولازين دايك دايليت يوسع مين الارتي، معلش حصه متعبه شويه فيها كلام. هيدرولازين يوسع الارتي ده بتاع سيستميك لوبس وروماتويد ارثرايتس،
الكيلر بتاع النيومايت هيدرازين. ما سمعش الدكتور على الصوديوم نايتروبوسايت تبع بالانس الدايليت اللي بيدوه باي انفيوجن. ما سمعش على الترازوسين. حد سمع على الترازوسين ولا لا؟ سلكت الفان بلوك او فوسفودايست هو اللي فتح الباب الفوسفودايست انهبيتور. وجه بعديها اربعه كمان بقى خمسه او سته فوسفوداي امينوفيلين. اوعى تنسى فوسفودايستيز ولا المجرة. دكتور انا بقول لك اسمهم دايليتو دراكس. دايليتو دراكس من فضلك طبعا راس دايليتو الايس والاربيز هم دايليتوز. دكتور عشان خاطر بص لسه كمان دايريت. دكتور هشام قال دايريتك. انا مش عاوز اراجع لحد الوقت داهمنا خطري انا. لكن دايريت مهم وذر فازايد او لوب. لكن اقول لكم الكلمه اللي بعد شويه هقولها. تعرف الدايريت مهمه بتنزل ميه مريض الهارت فيه تريح قوي. لكن ما لقوهاش تقلل المورتاليتي ما عدا البوتاسيوم سبيرت. كلام يبان غريب بس ام سي كيو مهم عشان نتمشى مع الزمن. يعني مش فاهم حاجه في مصر. يعني مثلا هقول لك ان الايس والار بيز لو بتزود بتقلل المورتاليتي خالص في الهارت فيلر. يعني تقلل المورتاليتي اللي ياخدها يطول عمره. ربنا يطول عمرك ويديك الصحه. فاهم ازاي؟ اللي بياخد ايس وار بيز اللي بياخد بيتا بلوك زي ما بقول بعد شويه يطول عمره. اللي بياخد دايريتك ما يطولش عمره. ما قالوش تاثر على المورتاليتي. ده كلام النيويورك اسوشيشن ده. اللي ياخد ديجيتالس ما يطولش عمره. مش عارف اقول لك قصه في عمره. فاهم ازاي؟ احسن حد يزعل مني. من فضلك ان البوتاسيوم سبيري لو ها انها تطول العمر. يا ربنا يحيي سبايرون لاكتون. سمعت عن ده اسمه الدكتون؟ سبايرون لاكتون؟ ها؟ بوتاسيوم سبيري؟ سمعت عن الايبيليرينون الجديد ما نزلش مصر؟ ايبيليرينون بوتاسيوم سبيري زي الاندستين بالظبط. بتقول كلام بس بتكلم كلام منظم حولها او من مجموعه انوتوبيكال اثار ديجيتالز هتكلم عنها. لازم تعرف. تاني مجموعه دايليتو خدتها بالتفصيل قبل كده بس هقول لك اجري عليها في الاخر. كيس واربيز حتى لو فوتت ما في كانش في وقت هتعرف كويس قوي. تالت مجموعه دايريت هم ثلاثه. تقول لي انت كاتب في مش عارف غير كاتب ساعات حاجات ثانيه بقى موكس ولا كاتب ميركيو. كلام قديم ده سيبه. واحد زميل ابن احمد بيه يعني كان موجود ده جاي المنصوره بيقول لي هو الميركيو بيشتغل ازاي؟ الميركيو كتب التاريخ بيسمع مش عارف شرايط من سنه 97 كان ظهور النوادر. فاهم ازاي؟ ميركيو ده كان دايركت زمان بس الميركوريزم ده توكسيستي. احنا عندنا دايركت ثلاثه بارازايت ولوب وبوتاسيوم سبيرنج فقط لا غير. تقول لي ما فيش امونيا مش عارف مش هنخش في تفاصيل كلام بيزنطي ملوش قيمه. دكتور اوعى تنسى البيتا بلوكر الاربعه. بيتا بلوكر في الهارت فيلير ما تقوليش اي بيتا بلوكر ازعل. ما اعرفش مين الله يسامح اللي حاطط ذنوبكم. واحد يقول لي اتينولون في الهارت فيلير. يعني هو القانون حدد لهم بالظبط ميتو بول اهو. تعالى بقى شوف ازاي. ادي الكينوتروبيك على اثار الجداز. ادي توب واحد سلايد داون تعرفه كويس عندك اكيد. بص وفي قدر انه تروح تحول سلايد تاني ما تخافش. انا بسمع بسمع بس. ادي الدايليتو على اثار الايس والارفيز اهو. بس انا بحب الاول الايس. ليه؟ ايفيدنس بيز بيز بعد دراسه وتجربه الايس يمكن افضل من الارفيز. ونبتدي بايس الاول لو انت راجل دكتور مظبوط اهو. مين؟ ثلاثه دايركت شايف تبدا سبايرونولاكتون والايبيليرينون بحبهم قوي. ده اللاكتون ايه؟ كميته في السوق 25 ملي جرام 100 ملي جرام. ثم بيتا بلوكر هقول لك اساميها الاربعه. انت عارف ما اسميها. عارف اربعه الجداد والرابع الدمبليم. شايف؟ ادي اربع ايموتروب اهو. خد بالك. اثنين دايليتو اهو. لا انا اسف هي مكتوبه كده الترتيب لكن ما تستخدمش ده الاول.
ده ما حدش يسفوه زي ما نعرف كلينيكال. هسيب حاجه فيك يقول زي دي ان توبيك اهو. ده قيمته قوي قوي قوي. بايلين دايركت بيتا بلوك. دكتور شايف السلايد ده؟ شايف؟ قال ان توبيك بس اسامي بس. مش دارس واحد. ده انا هتكلم عن النار. مش هتكلم عن الامينون والميلينون الا كلمه سريعه. قلت لك بسميه كلينون هيباتوتوكسين فظيع ويجيب البليتلت الارض ثرومبوسايتوبينيا يا ما مات مرضى منه. امينوفيلين امينوفيلين حبيب الملايين خليك في غرب الشعر. انا مش بحبك في هارد فيلر رغم اللي هيسمعوا بتوع الصيدله يقول لك امينوفيلين بقى انا كده بس يعني مش فاكر امينوفيلين في هارد فيلر ده اريثموجينيك يعمل ارينيا احنا ناقصين معلش. وما تنساش دوبامين والدوبيوتامين ربنا يخليهم لي حسب الجرعه بسمول دوز يشتغل دوبامينرجيك ويقلل لي البريفرال ريزيستنس بمودر الدوز يخش البيتا 1 معاه ولارج دوز مش هوصل لها يخش الالفا. الكلام اللي بيقوله انت حضرتك عارفه ولو مش عارفه هتذاكره تعرفه. كلام فاضي كل اللي خدته الترم الاول ممكن يتلم الوقت دايما بس لازم تبتدي بقى خلاص. بص يا دكتور بايريك مش وقت دلوقتي مش بشر ليه بدل دايركت في الهارت فيلير سايزاين بلوك بوتاسيوم سبير مش هشرحها مجموعات عندك الكلام ده ولا ما عندكش؟ طب الحمد لله ثلاثه فاز دايريك ربنا يخليك ايس والاربيز اه معلش في هاي ارتيا هيدرولازين وحش فينوس مايكريت في بالانس الدايليتو على اصابع الايس والارز ميكس الدايليتو اهو بص ايس والاربيز له سرطان بل سرطان كندي سرطان تلمي سرطان وهلو ما جار ودول كابتن في قلت اساميهم يا جماعه في حاجات ثانيه صوديوم نيتروكلوسايد وغابوسين اخر حاجه بيتا بلوكر الاربعه المشهورين اهو مش بشرح كلام عليهم دلوقتي ماشي. ميتوبولول اسمه لوبريسو مش موجود في مصر للاسف للاسف لا بالعربيه بس بيسوبولول موجود في مصر كونكور ويستخدم في امريكا على اسم يقول لك ده ايه ده؟ قلما يكتبوه هناك ما اعرفش ليه. بيسوبولول كونكور كامبيدينول بيتا والفا وجديد النوبي نيبي بولول نيبي ده دخل جديد رابع واحد. اوعى حد يقول لي اتينولول ولا لا هم الاربعه دول او ده ايفيدنس بيز يعني اشمعنى؟ ما نعرفش استخدمناهم كلينيكال لهم بيفيد ماي هارت فيلير. تعالى في احنا بس قبل الرحله من الله نشوف الاسلايد ده مش باين الحمد لله بس من الاربعه دول من الاربع مجموعات اللي قلتهم مين اللي بيقلل مورتاليتي نسبه الوفاه يقل منه؟ بص الدايريتك ما بتقللش المورتاليتي ما عدا البوتاسيوم. اللي بيقلل مورتاليتي الايس والاربيز والبيتا بلوكر والبوتاسيوم سبير. بص اهي ماشي حكي ده مش باين قوي لكن اهو اللي بيقلل مورتاليتي اي بانت شايف ايس انهبيتور والاربيز وسبايولا بتون والكليرينون والبيتا بلوكر دول بيقللوا المورتاليتي لكن الدايركت الثانيه والجوكسن داز نوت ريديوس مورتاليتي. سلايد غالي قوي هنبهها كتير او غالي لو بنبهك خد بالك ان اللي بيقلل مورتاليتي هم اللي فوق دول. انا شخصيا دلوقتي ما اتصورش شفت الهارت فيلير ونزود ايس او البيز اتصورها من غير جوكسن. كان زمان لما الاقي واحد الرجيك مش جالس كنا نقول له وكيلك ربنا بقى نعمل ايه؟ مشكله النهارده من غير جوكسن ممكن يتحسن مريض بموت القلب. تعال نتكلم مع الديجيتالس فروم اي تو زي هناخده في 10 ورقات ديجيتالس. بص كارديك لايكوزايت يا كارديك لايكوزايت مكتوب عندك في التفصيل طبعا كارديك جلايكوزايت ابدان
كارديوغلايكوزايت كلمة جلايكوزايت من المفترض تكون خدتوها مع الأخ الفاضل بتاع الفتاح. دي مركبات في الطب نجيبها من النباتات كارديو شغال على القلب. وكلمة جلايكوزايت بتسأل فيها يعني ايه جلايكوزايت؟ جلايكوزايت ده مركب متكون من شقين، جزء سكر شوجر ملوش أي وظيفة فارماكولوجية، وجزء نان شوجر. بص كارديو جلايكوزايت على فكرة هم مش مركب واحد، اس كذا كارديو جلايكوزايت، تفهم اللي بقوله بعد شوية. بص يا دكتور مش هضيع وقتك الكلام ده. كارديو جلايكوزايت اهي، بص بنجيبها من نباتات معينه. اشهر نبات صحصح معايا مش الدخله دي مهمه، بس كلمه ولا كلمتين سؤال ام اس كيو جم قبل كده اخرهم قبل اللي فات. بص الكارديو جلايكوزايت وهي كتير موجوده في ثلاث نباتات. نبات اسمه ديجيتاليس في الاوراق بتاعته فيها كارديو جلايكوزايت، نبات اسمه ستروفانتس في البذور بتاعته، ونبات اسمه سكويل في الثمره بتاعته برضه. عشان كده لو حد سالني هل نبات الديجيتاليس هو الوحيد الممتلئ، واحنا بنقول ان الديجيتاليس على اسم النبات، بس الديجيتاليس كنبات بيحتوي على كذا كارديو جلايكوزايت اشهرهم ثلاثه. في نباتات ثانيه ستروفانتس فيها كارديو جلايكوزايت سكويل، الحته دي هي مهمه قوي. كارديو جلايكوزايت موجوده في هذه النباتات على هيئه ماده اوليه بريكيرسور زي برودكت كده. من هذا البرودكت نقدر نجيب الاكتف كارديو جلايكوزايت باي الكالاين هيدروليسيس او انزيماتيك هيدروليسيس. كلمه زياده موجوده بريكيرسور جوه النبات. على ايامي انا المهم سنة كام؟ سنة ثالثة هنا في مدرسة الطب القصر العيني كده، كنا بنروح كلية الصيدلة ويدونا أوراق نبات الديجيتاليس ونحط عليها ألكالي. ده حقيقي في قسم هناك اسمه الديسبنسنج ألكالي، ونحط عليها بعض الإنزيمز ونطلع الأكتف كارديو جلايكوزايت. كل كارديو جلايكوزايت سؤال اللي جاي ده بيسألوكم فيه موجود في الجنرال. كل كارديو جلايكوزايت بيتكون من جزء سكر وجزء مش سكر. السكر ده مش اي وظيفه، مش وظيفه فارماكولوجيه، ده مسؤول عن فيزيكو كيميكال بروبرتي. لكن اللي يهمني انا الجزء اللي مش سكر، بص اهو زائد جزء مش سكر. اقول لك كلمه مهمه، الجزء اللي مش سكر بنسميه اجلايكون مش سكر او جيلين. بص اسمه اجلايكون عشان خاطر ده سؤال ام اس كيو، او اسمه جيلين او اجلايكون، وده لو شفت تركيبته عباره عن ستيرويد يشبه الكوليسترول. بص ستيرويد نيوكليس اهي، هو ده الاكتف بارت، هو ده اللي اتش على الهارت، ده ستيرويد. والستيرويد ده ماسك فيه انساتيوريتد لاكتون رينج عن سي 17، معلش حته كده بايوكيمستري قوي معلش ازاي مش مهم انت ترتيبك، بس هقول كلمه كده عشان بعض الزملاء الشاطرين. بص هو ستيرويد. قلت لي ايوه يا دكتور محسن بقى فهمت، ده ستيرويد، ده يشبه الاستروجين والكوليسترول. ليه؟ اللي بياخدوا شاس وكبدهم تعبان ساعات صدرهم يكبر، سيندروم يكبر ساعات تجد بعض الميلز عندهم انلارج بريست، بالذات اللي بياخد ديجيتاليس واحد من دول. طبعا في الطب انلارج اوف ذا بريست هنسميه جاينيكوماستي. في ادويه كتيره حوالي ستة او سبعة تكبر البريست في الطب، واحد منهم او على راسهم ديجيتاليس. حضرتك الصوره ليها، لان الديجيتاليس ستيرويد ماسك فيه انساتشوريتد لاكتون عن 17 و اتش عند ثلاثة اهو، مرسومة عندك اهو، و اتش شايف مكتوب بالاسم ده، و
وعند 14 كمان او اتش 3 و14 17 انسر لاكتون رين. واحد الزملاء بنشفي بيسالكم ساعات طب لو حصل لها ساتوريشن هذه الرين يفضل تشتارس الاكتيفيتي بتاعته. بتقول كلام اكاديمي قوي يا دكتور مش هخش خطوه خطوه على كلام كلينيكال 100%. دكتور عاوز حضرتك تعرف الاتي تارجت جلايكوزايت. جبنا من هذا التارجت جلايكوزايت شايف؟ اهو. اجنا اوستيجاد ما تبصلوش. زي مش موجود عندك شاب مش كده؟ جدول معلش هقول كلمه فيه معلش بعد اذن حضرتك. عاوزك تعرف ده نبات بيشتغل. ده اسامي البريكرس اللي فيه مش عايزه. عاوز نعرف جبنا منها ايه؟ جبنا منها يا جماعه معلش حاجه اسمها اكتف كارديو جلايكوزايت، حاجه اسمها دي جي توكسين. لازم تعرف اكتف كارديو جلايكوزايت. بطل يجي مصر بقاله 10 سنوات. دي جي توكسين ما تدورش عليه في مصر. عاوزك تعرف دي جوكسين الوحيد اللي متناول ايدينا في العلاج. اسمه دي جوكسين. لو عاوز يعرف اسمه التجاري لانوكسين. مشهور قوي. كان في واحد تاني اكتف كارديو جلايكوزايت اسمه وابين. اسمه وابين. في ناس بينطقوا اوابين. قل وابين ولا تقل اوابين، فاهم ازاي؟ اهو الوابين. بس بيني وبينكم ده مش جاي من تشتات. ده جاي من ستروفانتس. وده سؤال ام سي كيو يقول لك مين محتويات الديجيتالز جلايكوزايت مش وابين. من فضلك الكتاب دول بالاحمر لسبب. الثلاثه اكتف كارديو جلايكوزايت اللي حطهم في جدول دلوقتي اقارن بينهم از جدول صاص والترجيع والميتابوليزم والاكسكريشن هو ديجيتوكسين وديجوكسين وابين. الجدول كله اوعى تضيع وقتك في رايك. بتخش خطوه خطوه خلاص فضل صفحه جدول وبعد كده شغل. كاينيتكس اوف كارديو جلايكوزايت. ايه الكاينيتكس؟ ازاي بيمتصوا؟ ده مهم. جدول اعتقد مش باين قوي لازم نكتب. عندك جدول ده موجود ولا لا؟ ها؟ برضه مش موجود؟ طيب اسمعني بس هقول فيه شويه حاجات. الديجيتوكسين اللي هو ده هسيب نسخه من هذا الكلام اللي يحب يصورها يقراها. دكتور بص ده الكلام ده مهم. ديجيتوكسين بيمتص كويس قوي من الجي اي تي. مش واضحه كومبليتلي ابسورب معلش انا اسف كومبليت هحاول بسرعه كومبليتلي ابسورب فروم جي اي تي ديجيتوكسين لانه هاي ليكويد سوليد. شايف؟ هاي ليكويد سوليد. جماعه الميتابوليزم بتاعه في الليبر يا خوفي لو الكبد تعبان يا خوفي لو الكبد تعبان ديشتوكس ما يبقاش ميتابولايت ينزل از ميتابولايت من الكلى اهو اهو رينا. معلش خليك معايا في الحته الجايه دي. عاوزك تعرف يبتدي يشتغل بعد قد ايه اهو عندك يشتغل بعد 12 شايف 120 سوري 22 دقيقة ساعتين اهو بعد ساعتين. عاوزك تعرف كلمة اسمها تي هاف واكتب عليها هام سؤال. انا مش بزود عليك سؤال. التي هاف بتاعته اهو اعرف حوالي 6 لـ7 ايام. دي تتحفظ لازم. ممكن اقول لك كلمة؟ ثواني. بيسألوني ساعات لا لحظة هتخش على الكلام ده. ده الكلام مهم. بيسألوك ساعات التهاب بتاع الديجيتوكسين قد ايه؟ 6 لـ7 ايام. انتوا عارفين الدواء بيتفرز من الجسم بعد 3 أو 4 التهاب، فاكرين ولا مش فاكرين؟ فاكرين ولا؟ عشان كده تصار قضية سؤال كتير ليجي موجود في كتابك الكيومولاتيف افكت بتاعته قد ايه؟ كلمة كيومولاتيف التراكم لو اديت جرعة معينة وسبتها
تنزل من الجسم بعد كام يوم؟ هي تنزل بعد 3 أو 4 طهار. 3 طهار اضرب 3 في 6 أيام 18 يوم up to 22 أو 24 يوم. اللي عاوز يتفلسف، مش قالوا لكم قبل كده ان بعد 4 طهار في الجسم يتخلص من more than 90% of the drug ولا لا؟ ديجي توكسين تاني. معلش اللي ما عندوش الجدول ده عشان خاطر يعرف، هسيبه مكبر صغير كده. الديجي توكسين بيمتص كويس قوي من جي اي تي، طبعا في حاجات بتمنع امتصاصه وهقولها بعد شويه. عاوز تعرف ميتابولايز في الكبد، يا خوفي لو الكبد تعبان ما يبقاش ميتابولايز، ينزل من الكولا از ميتابولايز اهو. عاوزك تعرف انصت بعد ساعتين التهاب 6 لـ7 ايام الكبد من 18 حتى 24 ساعه. 18 دي لو ادينا الجرعه وسبتها ما انتجش حاجه بعديها، ينزل هذه الكمية بعد 3 أو 4 طهار. 3 طهار تنزل 7.5%، 4 طهار تنزل مش عارف 93%. دكتور ديجوكسين ده اللي هستخدمه كل يوم بارشلي ابسوربت فروم جي اي تي، يعطى بالفم وانجكشن في امبولات لانوكسين وفي اقراص هتلاقيها في العيال المركزه، واقراص ديجوكسين بالفم. على فكرة الباين مع بلازما بروتين 25% ده عالي قوي، 95 ده. عاوزك تعرف جزء بيبقى ميتابولايز في الكبد بس الجزء التاني بينزل اسبشن الكلى، يا خوفي لو الكلى تعبان ما ينزلش ويعمل توكسيستي فوق، يا خوفي لو الكبد تعبان ما يبقاش ميتابولايز يعمل توكسيستي. هنا بينزل جزء منه الميتابولايت وجزء اسبشن في الاكسبريشن بتاعه. دكاتره الانسيت اوف اكشن بتاعه بعد نص ساعه. عاوزك تعرف التهاب في يوم ونص ليومين، مفيش سنه ما جاتش السؤال الانسكيو ده بتاع التهاب بتاع كل واحد منهم قد ايه. يبان لها حته اكاديميه قوي بس مهم، اكيد هتبقى حضرتك في حته مش هتبقى جنب جوكسن بس شال الباب. معلش كتر خيرك. بص انا غلطان، بص واحد ونص ليومين. طب لو سالني حد الكيومولتيف افكت بتاع الجوكسن قد ايه؟ انا اقول حوالي اسبوع. اضرب واحد ونص ليومين، اضربه في 3 أو 4 طهار، بقول لك 6 أيام تقريبا. شايف؟ ده 6 أيام اكيوميليشن. ده لو سئلت هتسال صدقني. اللي بتوع الصيدله في الاجتاز بيحبوه قوي. ما اعرفش المحبه دي نشات من ايه؟ من شغلهم هم بيطلعوا الاكتف كارديو جليكوزاينز. اهو. اما الوابين لا يوجد في مصر، لا يمتص من جي اي تي جيفن باي انجكشن. بص نو ابسوربشن. جماعه ما بيمسكش مع البلازما بروتين. اهو. ما بيمسكش مع البلازما بروتين. ده الوبين يعطى باي انجكشن بس. على فكره بينزل من الكلى اسبشن. اهو شايف بينزل لينا الكل. يشتغل ايميديتلي بعد 5 دقائق. يا انجكشن 5 دقائق. التهاب بتاعته 18 ساعة. أما تضرب 18 ساعة في 4 أو في 3 لو تضرب لايف تبقى حوالي يوم ليوم ونص مكمل في الفات. عشان كده علمونا الحكاية دي وتحفظها، أنا ببقى مبسوط قوي. ده الاكيوميليشن بتاعته حوالي 3 أسابيع. ده أسبوع، ده يوم أو يوم ونص. ده اسمه ديجيتوكس مش موجود. طب الممتص من الجي اي سي متميز قوي. يا ريت ديجوكسن. وده الوبين. دول التلاتة اللي حضرتك نايم تعرفهم بالذات، تعرف التهاب بتاع كل واحد ايه. الاوائل 6 لـ7 ايام، التاني لازم تعرف يوم ونص ليومين، والتالت ده بالساعات. مهم امتصاص
على فكرة إذا كان الديجيتوكسين بيمتص كويس أو الجي آي تي معايا قبل ما إذا كان الديجيتوكسين بيمتص كويس أو الجي آي تي خد بالك من كمان قالها الدكتور عبد الفتاح في جنب في حاجات بتعوض من سارس والجي آي تي حاجات بتعوض من سارس والجي آي تي زي على فكرة أنا أخدها النهاردة مرتين درايف انا اخدها في الدرايف انت الان اهو بص ازاي مال ابسوربشن موجود عندك مفروض موجود عندك لو واحد مال ابسوربشن ده في ناس ما عندهاش اختصاص كويس بالجي اي تي ده اول حاجه مال ابسوربشن المال ابسوربشن يا جماعه ده يمنع من صرف الشخص انتست يا جماعه لو مش موجود عندك موجود هتلاقيها بعد شويه بعد كام سطر. انكسر وبالضبط الحموضه زي الالومنيوم والمغنيزيوم هناخدها في الجي اي تي ادويه اسهال تمنع الصفر. معلش لو مش موجوده اكتبها دلوقتي. دكتور عايزك تعرف كمان دواء اسمه كوليستيرامين. هناخدها في الدراج انتر اكشن مع الاستاذ. كوليستيرامين ده دواء بيمسك في الكوليسترول من الامعاء الناس من مرضاكم اللي عندهم ديسلايبيديميا لخبطه في الكوليسترول بنديله كوليستيرامين عشان يمسك في الكوليسترول يمنع امتصاصه يمنع امتصاصه على فكره في ادويه تخسيس كتيره بتمسك في الدهون تمنع امتصاصه رغم ان انا مش بحبها لكن ده موضوع تاني كوليستيرامين حتى اسمه كوليستيرامين من كوليستيرول ولا عارف انك تشتارس النيوكلس بتاعه لايك كوليستيرول ستيرويد نيوكلس كوليستيرامين يمنع امتصاص الاشتار انتسب كل تمنع امتصاص بتنزل تشتارس على سطحها تعمل لها ادسوبشن على سطحها يمسك تشتارس مال ادسوبشن عاوزك تعرف كمان معلش في دواء اسمه ميتوكلوبرامايد خد بالك حته دي صعبه ميتوكلوبرامايد ده دواء انتي ايميتيك ضد القيل ضد القيل وبيسرع حركه الامعاء خدوا بالكم من اللي بقوله معلش ميتوكلوبرامايد انتوا تعرفوه في السوق باسم كريم بران عليهم ضجه شويه الادويه دلوقتي يسموه بروكايت جاي بروكايت اللي منكم بيشتكي من مطر من ديستنشن بعد الاكل انتفاخات بعد الاكل ومل وكيك بتدوا له كريم بران كنتوا بتدوا له كمان اخوه اسمه موتيليوم دوم تريدون اللي برضه بيناله تبطيله او المفروض مبطله خدوا بالك الميتوكلوبرامايد يقلل امتصاص الشارس ليه؟ لان الدكتور عبد الفتاح قال لك الشارس سلولي ديسنتجريتد يعني ايه سلولي ديسنتجريتد؟ عقبال ما يبقى ريدي في الابسوربشن ياخد وقت طويل لازم الدواء الاول يتفكك من بعضه وبعدين يمتص الميتوكلوبرامايد ما بيديش فرصه للديجيتالز حته صعبه لانه البروكاريز بيزود الحرق ينزل الديجيتالز لسه ما لحقش يمتص ما لحقش يبقى ديسنتجريتد يتفكك على عكس من ذلك اتروبين يا جماعه بص سوري قبل كده اهو على عكس من ذلك اتروبين وبروبابتيلين ده وانه بقى تنبيل سبستيوت على جي اي تي ده يزود امتصاص الديجيتالز ليه؟ لانه بيقلل حركه الامعاء خد وقتك يا ديجيتالز خد وقتك ديسنتجريت على مهلك على فكره الدرايف انتر اكشن اللي انت عارفه راح تلاقيها مكتوب عندك بعد شويه لما نتكلم على الدرايف انتر اكشن مع الديجيتالز ده تاكل افكت الديجيتالز ابسوربشن في حاجات بتاثر على البايننج كينيدين وبيرافامين بيزيحوا الديجيتالز من البايننج سايتس كينيدين ما خدتوش بكره هيشوفوا الدكتور عصام هيديكم الانتي ايد من بكره بساعه يوم الاحد يكمل نص ساعه ثم الدكتوره منى تنزل لكم عشان الامتحان كينيدين هيشوفوا البطل من العالم كله بيزيح الديجيتالز بيرافامين يزيح الديجيتالز من البايننج سايتس دكاترة
لو في انزيم انديوسر بتنشط انزيمات الكبد بتزود الميتابوليزم ومش دارس. واخر كلمه سيبك التاني مش عندك، اوعى تنسى لو واحد كبده تعبان بخاف من الديش توكسن، لو واحد الكلى بتاعته تعبانه بخاف من الديش توكسن والوابين انهم بينزلوا تقريبا اصابش. تاني لو واحد كبده تعبان بخاف من الديش توكسن لانه بيتروايز من الكبد. تعرف الكلام المهم ده اكشن او جتاز. ليه بننزل جتاز مريض هبوط القلب؟ اهو الكلام المهم دي جلسه فاتت. جلسه فاتت اكشن جتاز صفحه تفهمها معايا، صفحه تفهمها معايا. الجتاز دواء يزود الكونتراكتيليتي. يرد عليا الطالب بيقول لي ما الادرينالين بيزود الكونتراكتيليتي. ليه ما تجيش؟ لحظة. أجتاز دواء. أجتاز دواء. بيزود الكونتراكتيليتي. طيب قال لي طب ليه ما اديتش ادرينالين؟ ما هو بيزود الايوتروبيك باوندري. قيمه الدشتاز كانت ولا زالت. معلش خليكم معايا من اول هنا حتى بقى كلام منظم واعتقد موجود عندك. بيزود الكونتراكشن من غير ما يستهلك اكسجين كتير. ازاي وليه ده اللي هنعرفه؟ بص الجتاز بوزيتيف انوتوبيك او التعبير without corresponding increase في الاوكسجين كونسامشن. يعني كارديو ورك على الاوكسجين كونسامشن. بص اهو الجتاز دواء بيزود الكونتراكتيليتي by direct action positive inotropic to that target without corresponding increase في الاوكسجين كونسامشن. انا بعترض على بعض الزملاء هيقول لك الجتاز ده بيزود الكونتراكشن من غير ما يستهلك جين. مش صحيح، هو بيزود الكونتراكشن من غير زياده مقابله ليها في استهلاك الاكسجين. يعني بيزود الميكانيكال افشنسي كارديو ورك على الاكسجين كونسامشن. تعبير ده لازم تعرف. بعد تاني واقول على الكارديو باسكولار، على فكره انا هتكلم على 10 قواعد خواص الجتاز على الهارت. أول خاصية بيعمل إيه في الكونتراكشن؟ الجتاز ده بيزود الكونتراكتيليتي أو الكلمة تحسب عليا إن هارت فيلير. لأن في أحد الزملاء الشاطرين قوي يقول لك طب النورمال هارت يعمل فيه مش هتكلم. ممكن يعمل أكشن عكسي. ولكن خلينا في الكلام الكلاسيك. الجتاز لو اديته المريض هارت فيلير بيزود الكونتراكشن من غير ما يستهلك شيء كتير. طب ازاي؟ هنعرف حاجه. يعني بيزود الميكانيكال افشنسي اللي هي التارجت ورك على الاوكسجين كونسامشن اهو. بيزيد. As a result of زياده الكونتراكشن هيحصل شويه حاجات. عشان خاطر صغيره شويه قولها لي موجود عندك. اسمعني بس هقوله بطريقه سهله. As a result of زياده الكونتراكشن there will be SSS short strong systole. Systole يقصر short strong systole. مش تصدقني؟ روح شوف ال QT interval. كلام تقول لي بان صعب ال ECG مش صعب ولا حاجه. لما يزيد ال contraction there will be short strong systole with better ending of the heart. اهو
الدايستول يطول ريلاتيفلي لونج دايستول، وانتوا عارفين قلبي بيملى اثناء الدايستول نسبتها فيلينج اوف ذا هارت. هذا ستارلينج قال لكم، ما سمعتوا ستارلينج لو ولا لا؟ قال لكم لما يحصل ستريتش اوف ذا كارديك ماسل اهو مور كونتراكشن. يا ريت تعرف ثلاث نقط هم خمسه، حاول تقربين عندك بنفس الكلام والتغيير بسيط. لما يقوى الكونتراكشن لسه ما قلتليش ليه يزود الكونتراكشن غير بس فعلا مش كتير. هذا هو الهاك. As a result of increased contraction, there will be SSS, short strong systole, with better intake of the heart. Long diastole relatively. Stretch of the cardiac muscle with more contraction. شايف؟ More contraction يزود الكارديك اوتبوت. اللي نقص في الهارت فين؟ ده كتبه. تخيل ده قلب ازاي؟ بيفضي كويس ويملى كويس. No stagnation of blood outside. في السوبير انفير بلا كده يبتدي يقل الفينوس كونجشن. حجم القلب بدل ما الدم كان ستاجنيت في الهارت بقى يملى كويس ويفضي كويس، يبتدي حجمه يصغر قوي. بص ده بيقول لك سيكونس اوف ايفنتس، سوري سيكونس اوف ايفنتس في الهارت فيلير. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ تاني ذا ويل بي اس 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 شورت سترونج سيستول. سيستول بيحصل يا جماعه، شوف ال QT، لو في ال QT تمثل التايم اوف سيستول تقريبا. دي هتحصل اشتات. لونج دايستول بيتر فيلينج. ستريتش اوف ذا كارديك ماسل تكون انستالينج مور كونتراكشن. طبعا من دي ليمتس. بيتر فيلينج وبيتر انتنج يؤدي الى يقل الكونجشن ويقل الكارديك سايز. بص كده الرايت سايد فيلير حيث لو كارديك اوتبوت وزياده الفينوس بريشر اندر ستريس الصوره تتقلب، يقل الفينوس بريشر ويزيد الكارديك اوت. هتقول لي مش لازم تكتب كل هذه التفاصيل، بس برضه ما جاوبتليش على السؤال ازاي تشتغل زود الكونتراكشن. خليك معايا للاسباني. ميكانيزم اوف اكشن اوف تشتاز. التشتاز يا جماعه ليه ريسبتورز اسمها صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز انزيم جوه الهارت. صح صح معايا للاسباني؟ اي بص تشتاز هيعمل ايه؟ اللي باين بقى ميكانيزم اوف ذا بوستيف انوتوبيك اكشن اوف تشتاز. جت سؤال؟ ايه الميكانيزم بتاعه؟ ازاي زود الكونتراكشن؟ اهو بص نورمالي كلكم عارفين ان الصوديوم بيخش جوه اثناء الديبولايزيشن. البوتاسيوم بيطلع بره اثناء الريبولايزيشن. في انزيم اسمه صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بيرجع الايونز مره ثانيه. هو ده السايت اوف اكشن اوف شتاز. تاني طبعا لازم حاجه تاني كالسيوم شانلز، لازم تبادل صوديوم مع كالسيوم، لازم سايتوبلازميك ريتيكولم، لازم هنا تروبونين اكتين ومايوسين وتروبونين. مش دي القضيه. تاني ميكانيزم اوف اكشن اوف بوزيتيوتوبيك اوف جتاز. جتاز يا ابناء خليك معايا بيعمل ايه بالظبط؟ بيعمل انهبيشن الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي بارشل بالدوعة العادية. بص اهو دي ما تقدرش تشوفها، ده نوم اللي بيحصل يعني اهو لما بالانزيم ده بينضغط طلع الصوديوم ودخل بوتاسيوم مرة تانية. ده التاني بعد اهو ده الصوديوم في الديبولايزيشن دخل، البوتاسيوم في الريبولايزيشن طلع، الانزيم ده بيرجعهم تاني يرجع الصوديوم بره اهو ويدخل البوتاسيوم. بس خد بالكم معلش اهو الديجيتالز هيعمل انهبيشن لهذا الانزيم. شايف؟ الصوديوم ما يطلعش. الديجيتالز بسمول دوز حوالي خمس معطيات هيعمل بارشل انهبيشن لهذا الانزيم. اهو صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. لما الديجيتالز يعمل بارشل انهبيشن في الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز الصوديوم ما يعرفش يطلع، يقتل جوه القلب. لكن فاهمين؟ لما يكتر الصوديوم جوه القلب لقوا الكالسيوم بيكتر جوه القلب. طب قالوا ليه؟
2 3 اول حاجه الصوديوم ده بيريليز كالسيوم من السيتوبلازم الكتير. انا على فكره انا ده بالاستشفاء الصوديوم ده بيفتح كالسيوم شانلز. الصوديوم ده لما يكتر بيوقف تبادل الكالسيوم from inside والصوديوم from outside. تاني بص ادي واحد 2 3 شوف مفتاح عمل الكتالس كتيبة الإنزيم يكتر الصوديوم جوه القلب على المنتحر يكتر الكالسيوم جوه القلب ازاي؟ 1 2 3 قيل انه بيطلع الصوديوم الكتير ده يطلع كالسيوم في السيتوبلازم الكتير قيل بيفتح كالسيوم شانلز قيل انه بينهبط تبادل الكالسيوم من انسايد والصوديوم من اوتسايد. النتيجه شايف الكالسيوم كتر ازاي؟ واللي بعد كده سهل. هذا الاكسس كالسيوم يتحد مع ريلاكسن بروتين تروفونين يعمل انكفر كلام زمان سايتس كروس بريدجز سلايد وباتين اوفر مايوسين يعمل كونتراكشن. كل واحد فاهم حاجه. تاني اذا سئلت مين الريسك بتاع الاشتاز تقول لي بقى النهارده جيت تقولوا لنا الاشتاز بهذا التفصيل بغتا عن نيوان الديجيتاليز بتعمل فروم اي تو زي بالتفصيل. والابن منى يعني قلت لها واكدت لي انها هتجيب من في اسئله مش عشان حضرتك تسال لازم تذاكر لانه في القوه سافرت وزعلانين بعض الطلبه بيجوا يسالونا في الديجيتاليز والدكتور محسن الديجيتاليز ده ما بيستخدمش حاجه لكن كنظري لا زال في ناس بتستخدمه اولا لكن كنظري لها استخدامات اخرى غير الهارد فيلي. وليه بقول لك ده الديجيتاليز؟ عشان الهارد فيلي بس يا اخي الاي اف زي ما تعرف على شويه الاي اف والفلاتر هتعرف تستخدم فيها ديجيتاليز على رايت سكيل. دكتور عشان خاطر ديجيتاليز السايكل اكشن بتاع الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز هقولها لمره معلش اسمعني عشان خاطر انا اسف اهو بص ادي الصوديوم عشان يطلع يخش بوتاسيوم محتاج صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز هو ده اللي سيبته الديجيتاليز. الديجيتاليز بيعمل بارشل انهبيشن اهو بارشل انهبيشن شايف الناحيه الثانيه برضه الكالسيوم والصوديوم تمام الديجيتاليز بيعمل بارشل انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم اتش بيز يكتر الصوديوم جوه القلب. خدوا بالكم البوتاسيوم يقل جوه القلب معايا مش معايا؟ بوتاسيوم يقل جوه القلب عشان كده اي دواء يقلل البوتاسيوم القلب ما تدوش مع الديجيتاليز ابدا يا خوفي يا دكتور محسن الدايريتك البوتاسيوم لوزنج دول يا خوفي يا دكتور محسن من البيتا 1 اجن البيتا 2 اجنست اللي بتنقص بوتاسيوم التيشو فكر وانت ماشي كده دكتور يكتر الصوديوم بارشا اللي بيشرب الانزيم يكتر الصوديوم مفتاح عمل الديجيتاليز لما كتر الصوديوم كتر الكالسيوم بعد كده عطيت 1 2 3 واحد طلع كالسيوم من السيتوبلازم الكتيكلر اثنين فتح كالسيوم شانلز ثلاثة انهبت اكتشينج اوف كالسيوم فروم انسايد وصوديوم فروم اوتسايد كثر الكالسيوم اتحد مع ريلاكس البروتين سلايدنج واكتين اوفر مايوسين الطامة الكبرى لو ادينا الجهاز بجرعة كبيرة يا ابناء لو ادينا الجهاز بجرعة كبيرة يعمل كومبليت انهبيشن اوف انزايم يكتر قوي الصوديوم جوه القلب ويقل قوي البوتاسيوم جوه القلب يلخبط القلب نقص البوتاسيوم جوه القلب وزياده البوتاسيوم قوي جوه القلب كلاهما مفسده للقلب يا جماعه لو نقص البوتاسيوم الهارت يلخبط القلب يلخبط القلب لو كتر قوي البوتاسيوم في الجسم يلخبط القلب بس شكل الاي سي جي مختلف الهايبوكاليميا والهايبركاليميا ده كذا العيد تاني عمل التعب لو جينا الجهاز بجوع كبير قوي بص المنظر اهو هيقل قوي البوتاسيوم في القلب شايف المنظر اهو معلش ده العيد تاني الكلام اللي قلته انا من شويه لما يكتر الصوت كان يكتر الكالسيوم بتاع الدور صار بلازم ريتيكم ريليس واكتيفيشن اوف كالسيوم شانلز وانهبت اكشينج اوف صوديوم اند كالسيوم ثم الصوديوم اللي بيكتر بيكتر الكالسيوم. صدقت الدكتور هاني وانا مدرس جابت سؤال مره ام سي كيو قالت لك ميكانيزم اوف اكشن اوف الشاز طبعا كمان في نص سنه ازاي بيشتغل؟
السايكل اكشن بتاعه سوديوم تسمي تي بي ده ريسبتور بتاعه. فجاءت ضمن الاختيارات السؤال ده كان دايب قلبي وانا فاهم انا مدرس اعتراضت عليه. مش عيب ان احنا طالب المحبه. وقلت السؤال ده مش غريب، ايه كان ده؟ ازاي الشيء بيشتغل؟ كانت الاجابه انكريس كالسيوم انسايد ذا هارت. بس كانت كاتبه ضمن الاختيارات انكريس صوديوم. فانا قلت في طلبه جم قالوا لي انهم جاوبوا الصوديوم. انا في رايي ده صح. هو زود الكالسيوم عشان زود الصوديوم، معايا مش معايا؟ فكيف تكتب الاثنين مع بعض؟ يا معلم الاثنين صح. هو عمل انيشن في الانزيم فكتر الانترسيلر انتركارديك صوديوم اند سبسيكوينت كتر الكالسيوم عشان وعشان وعشان عشان ريليس من السايت بلازم ريتيكولم عشان ستوب شين في الكالسيوم والصوديوم عشان فتح الكالسيوم شد. بقول لك الطعمه الكبرى لو اديتها تشتغل بجرعه كبيره قصه قديمه المتعب. بص لو اديها توكسيك دوز تشتاز هنجي يعمل الاتي اهو اسمها لي توكسيك دوز تشتاز. شايف يعمل ايه؟ ينقص البوتاسيوم كومبليت انهبيشن في الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز انزايم والسبسيكونت ريدكشن في البوتاسيوم ومنسايد شايف نقص الانترسيال البوتاسيوم كونسنتريشن results in اكتبالي هنا arrhythmias. سؤال MCQ بسأل في ماجستير القلب سؤال خبيث وغير بريء وغير طاهر. بقول لهم الشاب بيعمل ايه في ليفل البوتاسيوم ذا بلاد؟ وكان اجابه محزنه قوي. بينقص البوتاسيوم بالقلب؟ بينقص البوتاسيوم بالجسم؟ لا مش عاوز اقول لك الاكسترا بوتاسيوم يزيد. فهمت حاجه؟ يعني انت كارديك بوتاسيوم يقل لكن اكسترا سيلولر بوتاسيوم زياده برضه. فاهمين حاجه ولا مش فاهمين؟ شكلكم مش فاهمين الحكايه. يعني هو بينقص بوتاسيوم جوه القلب لكن بوتاسيوم اكسترا سيلولر زياده ما بيقدرش يخش جوه القلب. يا جماعه ده في كلمه كده صغيره مش موجوده عندك يا ريت تنقله. هو كلمتين البوتاسيوم الاشتاس والكالسيوم بينهبيتد انزايم اكسس كالسيوم وده انت باكشن اوعى تدي كالسيوم مع الدجتالس. الدجتالس والكالسيوم اكسس انهبيت صوديوم بوتاسيوم كتير. يا ريت تكتب سلايد ده عشان خاطر اكيد موجود عندك. والمقابل ليه البوتاسيوم والمغنيزيوم ياكتيفيت هذا الانزايم. بتعمل ايه الديجيتالس في الهارت ريت؟ اول خاصيه انت قلت لي 10 اتعشم وخلصهم مع بعض. كونتراكشن بتعمل قلتها بتزود الكونتراكشن. هيسالوك في الاورال اكزام يقول لك قول لي الاكشن الديجيتالس على الهارت. اقول لهم واحد كونتراكشن يزود الكونتراكشن ودي احسن خاصيه. وفي خاصيات ثانيه بص بتعمل ايه؟ بيعمل ايه في الهارت ريت؟ اسالك سؤال هو مريض الهارت فيل عنده تاكيكارديا ولا براديكارديا؟ تاكي بقى كبرنا خلاص تعدينا مرحله الطفوله الروحيه. فاهم ازاي؟ كبرنا بنعرف الغث من السنين ونعرف اختيار الصح. الاجتاز بيقلل الهارت ريت يا اما المريض الطالب النبي زي المريض بتاع الهارت فيل عنده كومبنساتوري تاكيكارديا. استنى استنى افتري افتري مهم. عنده كومبنساتوري تاكيكارديا لو ياخد ديجيتالز. بص الديجيتالز ان ساتش كيس هاي سلو هارت بليد نيجاتيف كون تروبيك افكت. صح صح معايا موجود الكلام ده عندك؟ موجود ولا مش موجود؟ نيجاتيف كون تروبيك. اسمحوا لي عشان الوقت. ازاي الاكسس بتقلل الهارت ريت؟ نيجاتيف كونتروك بجرعه صغيره بينشط الفيجاس. الديجيتالس يا ابناء فيجو ماينيتك دراج. بص قاسم القلب اهو شايف؟ بجرعه صغيره بينشط الفيجاس وذ سمول دوز فيجاس. يعجبني استاذنا يقول لك ليه فيجو ماينيتك افكت. فيجو ماينيتك افكت
صدقني لو كنت عاوز تخش بقى في مناقشات عقيمه ازاي الفيجاس نشط، ناس يقول لك استيميت فيجا سنتر، ناس يقول لك استيميت فيجا نيرف اندز اللي رايحه للهارت، ناس يقول لك ريفلكس من البار ريسبتورز. المهم الفيجاس نشط، وحضراتكم عارفين الفيجاس تاثيره ايه على السي نوت، بينهبت السي نوت. تاثيره ايه على الاي بي كوندكشن؟ بيقلل الاي بي كوندكشن. واطلعت انا بتكلم عن الاي بي نوت، بيقلل الاي بي كوندكشن، يقل الهارت ريت. طب اسالك سؤال خبيث تاني يتسال، لو ادينا اتروبين عند هذه المرحله، افرض اديت واحد اتروبين في الايرلي ديجيتاليزيشن، يعني لسه بتدي ديجيتاليز حديثا جدا، ماذا تتوقع تاثير ديجيتاليز على الهارت ريت؟ يتلم. مش الاتروبين يلغي الفيجاس ولا لا؟ بعد شويه، بعد شويه يخش قوة تانية اسمها نون فيجر او دايت. بص دايت دي دايت الفيجر دي دايت، وفي كتب كتبت عليها انتي ادرينرجيك ضد الادرين، يعني بتنهبت السينور بارت وديلي اللي كونداكش. يا سلام، عشان كده الطالب العميل علميا شرف، يعني مش عميل صرفات. بص لو حد سأله ازاي ايه تأثير الديجيتاليز على الهارت ريت، قول له يا دكتور نيجاتيف كونتراك، يقلل الهارت ريت. وانتوا امتياز كنتوا بتمروا على مرضى ضغوط القلب وتدوهم اقراص ديجيتاليز بالطريقه القديمه، معلش اسمها لودنج دوز. لو في وقت هبقى اعدي عليها بسرعه. لودنج يعني بتمر تعد نبض المريض، يقول لك يعلمكم كان يقول لك ايه، لما تلاقي النبض فوق 100 اديله اوكسجين، لو النبض من 70 ل 100 اديله اوكس، من 60 ل 70 نص اوكس، تحت ال 70 ما تديش انت هناك. فاهم ازاي؟ يعني طريقه اعطاء الديجيتاليز، الديجيتاليز لازم ايدك على نبض المريض باستمرار. ليه؟ اسمعوا هنا نخش بقى في الغويط شويه. الديجيتال بينقص الهارت ريت بقوه ثانيه. القوه الاولى فيجو مايليتك، وهذه الفيجو مايليتك زادت اتروبين يلغيها. بعد شويه تخش معايا الدايت، وكلاهما انهبت اس اي نوت، وكلاهما ديلي اي بي كوندكشن. وبعض الزملاء يسالوك ايه قيمه الاتروبين على الديجيتال؟ يلغي تاثير الديجيتال بالايرلي كيس، لكن ليتر اون حيث دخلت الدايت هينقص الهارت ريت. حلو، حاجه كويسه. فيجن او نون دايت ودايت تنقص الهارت ريت، ايه تاثير الاتروبين؟ بس بعد شويه لما تشتغل الميه ياخد كتير خلاص دخلت قوه جديده. الاتروبين از ليتل فاليو. انتوا عارفين اول مانيفستيشن، طبعا هقول السؤال هيجي نظري في الامتحان لسه هنوصل له ساعه بقينا. اول توكسيستي اوف ديجيتاليز هي براديكاليا بيلو 60 بير مينت. عارفين استنى، اول يعلمونا في تو توكسيستي، سؤال اس كيو ايرلي توكسيستي، واحده منهم ايرلي براديكاليا يقل النبض عن 60. انا كمان بعلم ان يعني كنت بعلم حاجه، بعلم النواب الامتياز والمستويات اهم دوائر تحط ايدك على نبض المريض فيهم ديجيتاليز واحد وبيتا بلوكر واحد. مخيفه البيتا بلوكر في النبض لما بيقل، في ناس كده ما تقدرش تحت تعرف، الاقي نبض بديهم يا دوبك 2.5 مللي جرام بيسو كولون كونكور، وفجاه النبض نزل 38. ده كل يوم من النكد ده، فاهم ازاي؟ وطأ. فانا بنبه على الديجيتاليز دواء. The early manifestation is bradycardia below 60 per minute. الحق المريض، اسمع الكلمة الحلوة دي، الحق المريض قبل ما البنت كيادة. مش فاهم كلامك انت مصر. هو inhibit the synod. Delay the conduction by bus vehicle or diet. البنت الغلبان ابعت لاتريوم. ابعت. بيقل الكونداكشن عماله تقل تقل.
ابعت يا ATM. ما بتبعتش يا ATM. انا اعتمد على نفسي وطلع اكتب الفصاي، وهذه تكتب الفصاي قد تبلغ ضربة في وجود الاس انود اكسترا سيستول تبان، قد تاخذ الابر هاند ويحصل بنتريكولار تاكي كارديا في تاك او في اف شهادة وفاة بنتريكولار فايبريليشن. مهما اقول وانا بقول لكم صدق كاملا، لو اقول لك قد ايه مرضى ماتوا من الديشتاز ومرضى اكيد استفادوا منه، بس من اهم الخوف البرادي كارديا، الحق المريض في مرحله البرادي كارديا قبل ما الفنتجل الاوتوماتيست بتاعته تزيد. سؤال يعني ايه اوتوماتيست؟ ذا باور اوف ذا هارت تو كرييت نيو بيس ميكر اندبندنت بيس ميكر زي ما اقول بعد شويه. ده تاثير على الهارت ريت. دكتورة هيكتبها بطريقة تانية، شايف؟ slowing the heart below 60 per minute the early manifestation of toxicity. دكاترة نشتغلس أهو نفس الحكاية indirect of vagal ولا direct. قالي دي معاش مكتوبات دي بالإسينوت دي بالإسينوت عشي دي هنا وهنا دي ليه دي conduction دي ليه دي conduction معايا مش معايا نفس الكلام vagal و أو indirect و direct نيجاتيف ونيجاتيف كونتروبيك افكت للجهاز. الجهاز من واحد بوزيتيف اينوتروبيك، اينوتروبيك ازاي يا دكتور محسن؟ بوزيتيف اينوتروبيك بيعمل بارشل انيبيشن الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، يزود الصوديوم جوه القلب فيزود الكالسيوم جوه القلب، والكالسيوم اللي زاد جوه القلب يتحد مع ريلاكس بروتين توبونين سلايد وبكتيريا وبرموسين. تاثيره على الهارت ريت بيقلل الهارت ريت. طب اسال سؤال، لو حد سالك ايه تأثير ديجتاز على الاي دي كونداكشن؟ نعرف الاي دي كونداكشن يقل فيروس ايه وايه؟ دايركت وان دايركت. خلاص؟ اللي بعديها القصية الثالثة، بص القصية الثالثة طبعا هنا عمال يقول لك هنا الفيجر ده بريدونيت في الايرلي ديجيتاليزيشن قلنا كده ولا لا؟ حيث اتروبين يفيد شايف؟ اتروبين ابولش تاكيكاي دي اتروبين ابولش تاكيكارديا قصدي اسم ابولش براديكارديا بتحصل ده هنا بريدونيت افتر فول ديجيتاليزيشن دايت. دكتور اتروبين فاهم السؤال ده ولا لا؟ اتروبين هنا هاز نو افكت. هنا لو حصل براديكارديا اتروبين غير تاكيكارديا صح؟ اسف حلو السؤال ده. دكتور ازاي الفيجر بينشط؟ قلتها من شويه ما تهمناش قوي. تعالى مادين كونداكشن. بص مش عملت حاجه حلوه. بص حطيت جدول. عندك مش في جدول ولا جدول؟ جدول؟ كويس. بص الان ادي فيجرز. استنى يا دكتور عشان خاطر. عشان خاطر. ادي فيجرز. وادي دايت. وادي نت ريزلت. بص يا جماعه ادي الاتيوم وادي البنتكل وادي اي بي نود اند اي بي باندل على مستوى الطلبه الامتياز حتى فوق الامتياز. المطالب من حضرتك انك تعرف كامل الديجيتالز في الاي بي نود والاي بي باندل بالفيجاس ديلي كونداكشن شايف؟ ديكريس كونداكشن بالدايت خليك معايا عشان كده صغير هكبره ديكريس كونداكشن والنت ريزلت بيقلل الكوندكشن. عشان كده علمونا زمان مالكش دعوه المكتوب اللي فوق ده لسه ما ردوش. في الايه ما اتكلمتش عنه، اتكلمت عن الاي بي نوت. كانوا زمان يعلمونا انك تشتاز از ايدور يقفل الكوندكشن في الاي تي ام انفيلد. وفي هذا الخطوره يقلل الهارت ريت، شلنا شويه. وفي هذا الخطوره ممكن يؤدي الهارت بلوك. هارت بلوك بيقلل ايه الكونداكشن. ديجيتاليز باي بوز فيجا ودايت بيقلل ايه الكونداكشن. اهو. اول حته اللي فوق الامتياز. وبعضكم طبعا معظمهم مستواه متميز. حاول سندات مرتاش. افرض حد سالني ايه تاثيره على الكوندكشن جوه الاتريام والفنتكل؟ بعض الطلبه يقول لك الفنتكل مفيش فيجاس في الفنتكل. انا معاك.
لكن يقول لي ان الدايت بيزود البنتيكولا كوندكشن. عجبي. بص الابيض البيجس اتعلمنا مع بعض في الاوتونوميك انه بينقل كل خصائص القلب ما عدا اتيال كوندكشن، فاكرين ولا لا؟ وقلنا الاتيال كوندكشن يزيد بكره سامح لكم ليه؟ اهو بتوع سامح استاذ بتوع سامح فنزان البيجس يزود الكوندكشن. عجبي الدايت في البيت بيزود بس في الاتيال يقلب وغالبا البيجس بيغلب. خدوا بالكم من القوتين المتنازعتين هنا في الاتيال بس ده زيادة قلب. انا كل الطلبة عاوزة بيعرفوا ان الشات بيقلل الاي دي برودكشن باي بيجا دايت. اذا كنت طالب جاهدة زيكم البيجاز مش تأثير على البنتكل بس الدايت زي الكوندكشن من حكمة ربنا الانت ما بنتكل الكوندكشن بتزيد. لكن في الاتيال في قوتين تتنازعتان البيجاز يزود الدايت يقلل وغالبا البيجاز بيغلب. ليها فايدة بعد شوية ليها فايدة في استخدام الشتاس في الفلاتر دونت فلاتر مي فاهم ازاي؟ لا تتملقني فاهم ازاي؟ الفيجاس والدايت عكس بعض في الايه؟ ده كده في خاصية اسمها ريفراكتي فيلد مش هقولها فهمت بتقول ليه؟ اقلب الجدول الفوقاني يطلع الجدول التحتاني بص ريفراكتي فيلد يعني مش فاهم حاجة سلم. إذا سئلت باي الأستاذ الدكتور هاني أستاذتنا جميعا هي 13 مننا في القاهرة الباسط فتمام كانت تقول لك إيه؟ الديجيتالز بيعمل إيه في ريفراكتوري فيلد أوف إي بي نود وإي بي باندل فمين سؤال ولا لأ؟ تقول لك الديجيتالز بيعمل إيه في ريفراكتوري فيلد أوف إي بي نود وإي بي باندل قول لها يا دكتور هاني بيطول الريفراكتوري فيلد باي بوس بيجر ودايت والنتيجه بيجر بيجر ولا الانفلاكتي بيجر مش محطين الجدول ده عكس كده الفرق ولا لا؟ لوجيك هو لما تطلع الانفلاكتي بيجر الكوندكشن فيلوسيتي بتقل مش كده ولا لا؟ يعني لما تطلع الانفلاكتي بيجر يبقى ديلي كوندكشن كلمه انفلاكتي بيجر الفتره اللي انا استجيب فيها الكهرباء في مصر الغذاء الفؤادي بيعمل تشتغل في الاتيال انفلاكتي بيجر بالفيجاس يقلل والدايت يزود والنتيجه بيقل. انا بضحك عليكم بقى من فؤاد بس اهم حته تهمني يا تشتغل بتعمل في الكوندكشن اي بي نود اي بي باندل بوز بيجر دايت بيقللوه بتعمل ايه على الفاكتور يبيلوا الاي بي نود اي بي باندل بوز بيجر ان دايت شايفين بيعمل ايه بيطولوه فكر فيها انت معروف بقيت الاكشن تشتغل اهو بتعمل ايه في الاكسايتابيليتي اوف ذا هارت؟ تقدر تقول يعني ايه اكسايتابيليتي؟ احد الزملاء بيشطبها. لا انا قلتها من سبب. اكسايتابيليتي ذا باور اوف ذا هارت ريسبوند تو اكسترنال ستيمولاي، حاجه من خارج القلب. وكلمه اوتوماسيستي ذا باور اوف ذا هارت تو كرييت نيو بيس ميكر من جواه. مع الاكسايتابيليتي لما اقول مثلا اكسايتابيليتي اوف ذا هارت بتزيد لما ندي ادرينالين ذا باور اوف هارت ريسبوند الادرينالين بتزيد وهل ما جاب مش دي القضيه بيعمل ايه في الاكسايتابيلتي بيزود الاكسايتابيلتي هنا اهو بص بيزود الاكسايتابيلتي بسمول دوز بس الحاجه الغريبه بيقلل الاكسايتابيلتي بلارج دوز حاجه غريبه هنا بتزيد بسمول دوز بس خد بالك اكتب يا هام بتقل استجابه القلب بلاك دوز حلو اقول لك كلمه القلب ده معذور على فكره اندر تشتاس بص الحته دي طبعا بعض الزهق يقول لك الكلام ده الدكتور مصر بيقول ده في الحيوانات بس ما توصفش في البني ادمين انا بقول لك ان بلاك دوز بتقلل الاكسايتابيتي في البعض بص معايا على البنتج الغلبان ده بجرعه كبيره البنتج ده حصل ديلي اي دي كوندكشن معايا ولا لا؟ مش ديلي اي دي كوندكشن بيبوظ بيجر دايت ولا لا؟ ديلي ما بيوصلوش كفايه بجرعه كبيره استجابته حاجه للحاجات اللي جايه له قلت برضه بتقل اكسايتابيلتي بجرعه كبيره البوتاسيوم قل من القلب
من اجل هذه السلاسه المجتمعه البنتكل لاهوز يبتدي يطلع اكتوبيك فصاي ويزود الاوتوماتيستي. اوتوماتيستي معناها the power to create new peacemaker غير المتعارف عليه. يا ريت تكتب بص هنا بحكايتي بص اوتوماتيستي عاوز اكتب with large dose delay in conduction هذه واحدة with large dose diminish intracardiac potassium with large dose diminish excitability so اوتوماتيستي بتزيد. اذا يعني مش عاوز اقول اسامي بعض الزملاء اللي اكبر مني سنا وهم يعني مش كتير في الاسم ربنا يديهم الصحه وقت اذا سويت احسن خاصيه في بشتارس خلاص خلص الشات. اذا سويت احسن خاصيه في بشتارس قول لهم كونتاكتيفيتي. اذا قالوا لك اسوء خاصيه في بشتارس قول لهم الاوتوماتيستي بجوع كبيره تزيد عشان وعشان وعشان عشان ديلي دي كونداكشن عشان نقص البوتاسيوم جوه القلب عشان الاكسايتبيتي جوه القلب قلت استجابه المستقبل الحاجه اللي قالوا المباراه ابدان شايف لما تطلع يكتب فوكس هنا بص قد تضرب في وجود الضربه الاساسيه مش قادر بينها كويس يحصل اكسترا سيستورز قوي يقولوا عليها دبل بارز. بص يعني انا عارفها مطلوب الكل انا بسموها بارسس باي جينز انا اخدها في توكسيستي وهي اهم صفحه في الفيشاز هي التوكسيستي انا اخدها في الساعه 12 12 بص اهي الضربه الاساسيه كده يليها الضربه الثانيه بتاعه الاكسترا ستور لو هي ورا بعض فالسس باي جينز جيم وقد يكون سيء الحظ ويحصل بنتريكولا تاكيكارديا وقد يكون اسوء بنتريكولا فايبريليشن. ياما ناس ماتت من البي تاك والبي اف مش قادر اقول لك طول ما احنا بنستحضر في مديات بتجي فايبريليتو يعني مش بقول كده يعني انا وغيري بعمل حمد التبرع مش ليا تبرع ان هنجيب دي فايبريليتو فولتر دي فايبريليتو نحطها في المولات اللي مليانه مش لازم مولات نحطها حتى في الاماكن اللي فيها ناس غلابه كتير ونحط في كل حته في العالم محطوط الدي فايبريليتو ده سهل قوي استخدام بطاريات يعني ان شاء الله السنه الجايه او السنه الجايه اجيب واحد فاهم ازاي؟ ومعاك تلاقي واحد جاله في اخر على طول تدي له الكتريك شوك وسهل قوي تلاقي يرجع نورمال ساينسز هات هيلث نورمال ساينسز بص او اكسترا ستورز تاكيكارديا فايبريليشن سبعه اي سي جي خلاص تمام 9 10 خلصت سبعه اي سي جي سؤال ام سي كيو بتعمل ايه يا بشتارس في الاي سي جي انا سمعت مش باينه في الرسم صار معلش بقى مده اوكي اعرف معايا البي مش انتوا عارفين بي تمثل دي بولايزيشن اوف ذا اتريوم الكيو ار اس ده يمثل دي بولايزيشن اوف ذا فنتكل والتي دي تمثل ري بولايزيشن اوف ذا فنتكل طبعا عارفين ري بولايزيشن اوف ذا اتريوم ماسكت باي ذا كيو ار اس دكتور واحد يحصل ايه عند الاشتارس كل سنه يجي سؤال على الاي سي جي البي ار بوت 1 سهل ليه البي ار بوت 1 الكونداكشن بين الاتيوم والفيرتيكال يرفع سلو كونداكشن جدع سهل شورت كيو تي انترفال ذا تايم اوف سيستول وانت علمتني ان الاشتارس بيعمل اس 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 شورت سترونج سيستول شورت سترونج سيستول اللي بيعرف يرى اي سي جي اول حاجه الاوتر بورد سلو كونداكشن كيو 2 بيرسون شورت
تي ويف فلات، خد بالك تي ويف بقى فلات، وبيقولوا عندنا في الاسم وبتوع رسم القلب بيقولوا ان دي تالي توكسيستي، تالي بوتاسيوم يقل او انفيرتد تي، مفيش بوتاسيوم كفايه لعمليه الريبولايزيشن، او قد تكون سيء الحظ وتشوف اكسترا سيستولز او باكي كاردي او فايبريليشن. ياه شايف الاي سي جي مش موجود عندكم ولا مش موجود الكلام ده؟ عندكم والا مش موضوع تاني خالص. فاهم ازاي؟ بي ار طويله، كيو تي، كيو تي قصيره، شورت سيستول، فلات ويف، علم المبتعد بيقول لي التالي توكسيستي قبل ما تتقلب تي ويف وتاكي كاريا اكسترا ستولز وفايبر. نمره 8 بتعمل ايه في الارتيريال بلاد بريشر؟ اسمعوا حتتي، انا راجل ضغطي 120 80 جالي هبوط في القلب، بقى ضغطي 100 على 60، لما تيجي تشتغل تشتغل دواء انوتروبيك يزود الكونتراكشن نورماليز البلاد بريشر، واحتمال سلايد انكريز، ان في كتب كاتبه ان الاستميت بي ام سي فازو موتور سنت. بس خد بالك يا دكتور محسن، انت قلت كمان انه بيستميت بيجل سنت، هذه واحده في سي ناس، وفازو موتور سنت هذه اخرى. على ضغط الدم نورماليز البلاد بريشر، احتمال جرعه كبيره يزود ضغط الدم شويه عشان استميت بي ام سي فازو موتور سنت. دكتور بتعمل ايه في الفينوس بريشر؟ ما دي سهله يا دكتور محسن، بتعمل ايه في الفينوس بريشر؟ بعمل ايه؟ مش انا قلت بيتر فيلينج وبيتر امتنج زي قال الفينوس بريشر ولا قلت؟ اهو اخيرا وطبعا بلاد فوليوم. اذا علمنا بعد شويه حاله ان الدشتالس مريض هبوط القلب، مريض هبوط القلب فقط لا غير، لاسباب سياسيه، ليه دايركت افكت، تعرف البلاد فوليوم بيقل. دكاتره انا خلصت الكارديو فاسكولار سيستم، لحظه فاضل لي كده خمس دقائق في الحصه الاولانيه زي ما احنا اسمنا. حاضر دكاتره معلش خليكم معايا، الديفنس ده عقد الترتيب بيزود الكونتراكشن فرصه الكنترول انهيب الباشي صوديوم تسوي تي بيز، الشيل ده بيقلل هارتين باي فيجن ونون فيجن او دايت، الشيلز بيقلل اي في كونتاكشن يطول الفاتي فيلد بتاعتهم، ده موضوع تاني. الشيلز اعرف على الاكسايتابيلتي بجرعه كبيره بتقل، الاوتوماتيستي بتزيد، اي سي جي قلنا ارتير بلاد بريشر نورمالايز سلايد انكريز، فينوس بريشر بتقل، بلاد فوليوم بيقل. اذر اكشن نقولها خلاص، كيدني بتعمل ايه على الكيدني يا اشتاز؟ بص اشتاز اذر اكشن على الكيدني دايركت، معلش اونلي ان كيس اوف كونجستيف هارت فيلر، هتخش عشان مريض الهارت فيلر هو اللي عنده الالبستين زياده النورمال ما عندوش، مش دي القضيه. بتعمل ايه اجتاز في الهارت فيلير؟ اجتاز في الهارت فيلير يا ابناء كله بيزود الكاردياك اوتبوت، كله بيزود الكاردياك اوتبوت، بيزود الرينال بلاد فلو، يزود الرينال بلاد فلو اهو، يزود الجلوميرا فلتر، يعني البيروس لما يزود الكارديو او طول برضه يزود لنا البلاد فلو، كله يزود الكارديو او يزود لنا البلاد فلو، ده كمان يقلل الرينال، ولما يقل الرينال يقلل الالبستيرون. وفي كتب
وفي كتب بتقول ان هو نفسه انتي البستيرون، كومبيت مع البستيرون على الديستال كونفينيوتد تيبيوت. برضه غلطوا السنه اللي قبل اللي فاتت وجابوا كذا اختيار. ليه مش دارس فقط في الهارت فيلي؟ وقيل قد يكون زياده رينال بلاد فلو، لكن دول زي بعض. ينقص الرينال وقيل كومبيت من البستيرون على الريسبتورز بتاعته. ايه تاني؟ عاوز تعرف كان بيعمل ايه في جي اي تي. استنى. الديجيتالس بيعمل ايه في جي اي تي؟ الديجيتالس يا جماعه بيعمل نوزيا اند فومت. بريفرال وسنترال، بص المنظر. اهو. بريفرال لوكال اميتيشن. سنترال بيستيميت سي تي زد. كيمو ريسبتور تريجر زون. واذا قالوا لي ان شاء الله لو عشنا من 11 ل 12 لما اتكلم عن استخدامات التوكسيستي الجزء اللي باقي من ديجيتالس، هقول لك ذا ايرلي مانيفستيشن اوف ديجيتالس توكسيستي حاجتين. براديكارديا اقل من 60 ونوزيا اند فومت. حضراتكم بتخشوا وانتم امتياز او نواب على المريض اللي في العنبر اللي واخد ديجيتالس، تبص باستمرار جنبه جردل ولا لا؟ في فومتس ولا لا؟ لان ديجيتالس ممكن يعمل نوزيا اند فومت. ايرلي مانيفستيشن اثنين، برادي كارديا اقل من 60، والنقطه الثانيه نوزيا اند فومت. دكتور عاوزك تعرف ديجيتالس بيعمل ايه على السي ان اس؟ انا قلت سميت بعض السيمبلز. بيجي قلناها. بي ام سي بيعلي الضغط شويه. سي تي زد قلناها. بس اوعى تنسى بيعمل على السي ان اس حاجات ثانيه كتير قوي. هلوسه. ضمنوا على اللي عندك بيعمل هلوسه، اوعى تنسى صوديوم نيتروبوسايت. اوعى تنسى الزيلوكين. دكاتره. كومبارتمنت. فيجوال ديستربنس. بيعمل يا جماعه الواحد يشوف الحاجه مجوز ديبلوبيا. يعمل حاجه اسمها هقولها في توكسيست نستاجمس. نستاجمس تجد اوسيلاتوري موفمنت اوف ذا اي كده. العين بتتحرك نستاجمس. ديبلوبيا اسمها حاجه مجوز. يلو او جرين فيجن كلها اسئله ام سي كيو. وانا فاكر كان فينا صوره اتشالت لاستاذنا في البطنه الدكتور المفتي وكان طبيب خاص لاحد الرؤساء الراحلين منذ الزمن، راح في سنه 69. استاذ بطنه كان مشهور قوي الدكتور المفتي، كتب في مذكراته ان انا بيتهيألي هو كان قال رقم يعني مش حاسس الميكروفون مش شغال بس كان قال رأي ان قال ان في ناس حطوني في القهوه جوكسن لان انا شايف عينيا اتقصرت. ده ويل نون يعني مش بقول حاجه. هتقول لي ليه حطوا له جوكسن؟ ده موضوع تاني. كان قال رأي يعني ان الرئيس في هذا الوقت مش لازم يحكم عشان عنده دايابيتس، والدايابيتس بيأثر على هذا القرار. ففي ناس وهو ضايق بالجوكسن اوفر دوز فيري فيموس. لما تيجي جوكسي موت من بي اف خد بالك على مستوى السي ان اس هلوسه بطل فيجوال ديستربنس اهي شايف؟ شوف يلو فيجن. اوعى تنسى تشتغل كمان يعمل جاينيكو ماسكر لانه ستيرويد ديوتيز كوليسترول لايك اهو ادي جي اي تي نوزيا الفوم اللي قبلها يا ابناء ما تنسوش الكدني يزود الكاليك موجود في ايدر بلاد فلو بيومين فتره يزيد يزود ايدر بلاد فلو يقل غير محتاج بيكمبيت الستيرو على الريسبتورز بتاعته
أبناء أجداد بيستخدم فيه عهد الجوعة. إلي دكتور عبد الفتاح ربنا يصبحك بالخير، حاجة عاملها اسمها ستيت ستيت كونسنتريشن. لسه ستيت ستيت كونسنتريشن، إيه الكلام ده؟ ستيت ستيت كونسنتريشن يعني ستيت ستيت مش وقتها، استبدالات الأجداد. واحد كونجستيف آرم في أول استخدام، سيبك من ده، حاجة كونجستيف هارت فيلير الساعة 11 إن شاء الله تاني.